وللحديث عن مصير حكومة عبد المهدي معنا من باريس السياسي العراقي أمير المفرجي. أهلا وسهلا بك سيد أمير. سيد أمير هل تسمعني؟ لا، صوت آخر جيد. هل تسمعني جيدا الآن؟ صوت البرنامج. لا أعرف إن كنت تسمعني جيدا أم لا، لكن الآن أسمعك جيد، بس قبل تمام. قليل كان اسم البرنامج، يعني الريبورتاج اللي طلعته انعاد مرة ثانية. نعم، ليس بالإمكان إعادة التقرير مرة أخرى، لكن نحن نتحدث عن تواعد عدد من النواب بإقالة حكومة عبد المهدي وبأنها باتت قريبة جدا. ما السبب برأيك؟ شيء طبيعي أن الحالة في العراق تعتمد على تداعيات كثيرة، من أهم هذه التداعيات هي التداعيات الداخلية بين الأحزاب المتصارعة على السلطة، وكذلك التداعيات الخارجية التي لها السيطرة التامة على العملية السياسية، ألا وهي إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ما يحدث في العراق لا أعتقد بأنه خارج نطاق ما يحدث في الأقليم، ولكن طبيعة الأحزاب السياسية والتناحرات القديمة التي عرفناها بين السيد مقتدى الصدر والمالكي والعامري وكل هذه الأحزاب التي تتصارع على السلطة وعلى الثروات هي طبعا السبب، ولكن هي متصلة بعوامل خارجية تحكمها إيران بقبضة قوية. تحالفا الفتح وسائرون اللذان شكلا الحكومة، يبدو أن الخلاف بدأ يتصاعد بينهما، ويبدو أن عبد المهدي هو أول من سيضحى به خلال هذا الخلاف أو بعد هذا الخلاف، هل تتوقع ذلك؟ شيء طبيعي، ولكن يجب أن يعني أن نطرح السؤال الآتي، وهو لماذا في الوقت الحاضر؟ المشكلة مشكلة السيد عادل عبد المهدي هي ليست مشكلة شخص، بل هي مشكلة العملية السياسية التي جلبت نفس الشخصيات ونفس السياسة ونفس الثقافة الطائفية التي فرقت العراقيين. إذا هي ليست قضية عادل عبد المهدي، ولكن هي قضية العملية السياسية. ولكن أنا في اعتقادي لماذا الآن، لماذا هذا التناحر بين الفتح وسائرون؟ أنا أظن بأن التداعيات التي ضربت المنطقة خصوصا أمريكا وإيران لها دخل كبير، وما يقال عن ما علاقتها بذلك؟ في إيران. نعم، ما علاقتها بذلك؟ يعني لكل من له يعني نظرة سياسية عراقية وطنية يسأل السؤال الآتي: ما هي علاقة سفر السيد مقتدى الصدر الآن بالذات في هذا الوقت إلى إيران؟ ويعني يجب أن نقول بصراحة أن وجود السيد عادل عبد المهدي كان مرحبا به من قبل إيران، لأنه كان لها بمثابة العامل الذي سيخرجها من الأزمة. والآن لم يعد مرحبا بها، يعني خصوصا وأن السيد عادل عبد المهدي يتمتع بصلات قوية مع الدول الأوروبية وخصوصا فرنسا، فلهذا يعني الخطاب الفرنسي الآن الذي يحاول أن يخرج إيران من المأزق هو له علاقة بوجود السيد عادل عبد المهدي. ولكن نرجع إلى المشكلة، لماذا عادل عبد المهدي قد تم يعني التكلم عنه الآن؟ أنا في نظري أن إيران يعني لم ترضى على ما يعمل به من قبل فرنسا وأوروبا، وتحاول في هذا الوضع يعني أن عن طريق أحزابها من إزاحة عادل عبد المهدي إذا أخفقت الوساطة الفرنسية من الوصول إلى نتيجة تنقذ إيران من الورطة الكبيرة التي وقعت فيها. نعم، إذن ليس الفشل الحكومي وحده هو السبب كما أكد نواب، لأن الحكومات السابقة أيضا لم تنفذ برنامجها الحكومي وكانت حكومات فاشلة كما تعرفون، فلماذا مرة أخرى يتبع هذا الإجراء، يتبع مع عبد المهدي هذه المرة؟ سيدي العزيز، إن العملية السياسية هي عملية لم تتغير، المتغير هو الوجوه، ولكن يعني وكما قلت قبل قليل ان هذه يعني الضجه التي عملت ضد السيد عادل عبد المهدي هي طبعا يعني لها اسباب داخليه، ولكن هذه الاسباب هي لم يعني نجدها الان بوصول السيد عادل عبد المهدي،
هي اسباب تتعلق بالعمليه السياسيه وبالاحزاب الطائفيه الفاسده التي حكمت العراق منذ 2003 ولحد الان. ولكن ارجع الى القول بان ايران عندما تقوم ايران بعمل شيء بالخفاء فان احزابها في العراق هي التي تعلو الصوت وتخرج هذا العمل الذي عمل في الخفاء ليكون علنيا في العراق. ما يعمل الان وانا اكرر ان ايران لها يد فيما يجرى في العراق في قضية السيد عادل عبد المهدي، لأنها تريد أن تجبر الأوروبيين على عمل شيء، وإلا سوف تقوم بعمل شيء ما داخل العملية السياسية العراقية، وستكون ورطة على العراقيين أجمعين. ربما هذا ما ظهر من خلال تهديد مقتدى الصدر بالبراءة من الحكومة، بينما تحالف سائرون قال إن حديث الصدر لا يعني تخليها عن الحكومة. هذا تناقض واضح برأيك، وما سببه؟ طبعا يجب أن يعني نحلل هذا التعليق بصورة موضوعية. أنا في نظري وجود السيد مقتدى صدر في طهران له علاقة بالمرحلة القادمة التي قد تكون بإقالة السيد عادل عبد المهدي، وهنا أتكلم عن بداية الصراع القديم الذي سيتجدد بين حلفاء الصدر وحلفاء المالكي والعامري، لأن الصدر يريد أيضا أن يكون له موقع كبير في العملية السياسية القادمة بعد خروج عادل عبد المهدي، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التحرك الأخير للسيد المالكي الذي لا شك أنه يريد أن يرجع إلى السلطة بعد إزاحة السيد عادل عبد المهدي. نعم، مع اشتداد الصراع الحالي في المشهد السياسي العراقي، إلى أين تتجه الأمور برأيكم؟ أنا في نظري ستكون يعني بمثابة حفر قبر هذه العملية السياسية وحفر قبور هذه الأحزاب التي ستصل إلى النهاية لا محالة، لأن العملية السياسية سوف يعني تصل إلى النفق المنزود وكما عرفنا، ولكن ستعتمد أكيد لا محالة على ما ستؤوله المعركة أو الصراع الأمريكي الإيراني، لأن العملية السياسية لحد الآن واقفة على ما يعني يقرر فيه في الساحة الدولية بخصوص إيران. وأنا في نظري المشكلة الإيرانية هي مشكلة يعني صعبة ومشكلة ليس بالسهلة، وعلى العراق أن يتحمل المسؤولية، وأنا متأكد بأن يعني الحالة ستقع بظلالها على العراق. نعم، خصوصا شكرا. بعد أن تقوم إيران يعني بعمل شيء ما داخل لعل الأيام القادمة تكشف عن الخفايا. شكرا لك السيد أمير المفرجي السياسي العراقي، كنت معنا من باريس.